السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا الملعب تاع تيزي وزو، ملعب حسين ايت احمد. الارضيه هي وضعيه طبيعيه جدا، والحاله نتاع العشب هذه هي حاله طبيعيه جدا. و يعني كما مرينا في مرحله الحراره، وكذلك بعد غياب يعني الصيانه، من الطبيعي العشب الطبيعي ياخذ هذا اللون، وهذا امر عادي جدا في كل ملاعب العالم. لكن يعني في الملاعب المعروفه يتفاداو يعني يصوروا هذه الوضعيه، الحاله هذه. احنا جبنا ربي انه الملعب راه فيه، لكن هذه قضيه كما قلتها وسبقت وقلتها. هذا الوضعيه تاع ارضيه الميدان هي تتبع المقابلات، وعلى حسب المقابلات وعلى حسب البرامج. اذا ما فيهاش مقابلات واش من الفائدات بات نتايا تصرف اموال كثيره في الصيانه والحفاظ على اللون الاخضر وما كاش مقابلات؟ فاذا ما مش مشكل، هي عاد استرجاع يعني اللون الاخضر واسترجاع الحاله الطبيعيه تاع الارضيه ما تكلفش كثير، تكلف يعني شهر او شهرين وشويه وسائل، ويعاود يولي الغازون كما كان بكري. هذا ما كان المهم، خلوكم تتابعوا ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.